أهلا بكم. من نقاط ثلاثة على خريطة المال ينضم إلي اليوم ثلاثة من محللي الأسواق يجيبونني على أسئلة ستة في ست دقائق. أرحب بضيوفي من بيروت فيصل بربير رئيس قسم السندات في مصرف FFA، من دبي عمرو عبدو الرئيس التنفيذي لشركة تريدسيس، ومن دبي أيضا نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities. وأبدأ معك نور في دبي. نور، نتوقع خفض للفوائد من المركز الأوروبي؟ نعم، الجميع يتحدث فعليا في الوقت الحالي عن تخفيض معدلات الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي بسبب انخفاض معدلات التضخم على المستوى السنوي خلال الشهر الماضي، لكن بالفعل لا نتوقع أن يكون البنك المركزي الأوروبي بهذا التسرع أو أن يكون ماريو دراغي بهذا التسرع. ممكن أنه انخفاض معدلات التضخم التي حصلت خلال الفترة الماضية هي بسبب الجوفرمنت شت داون الذي حصل في الولايات المتحدة الأمريكية، فكان هناك نوع من الخطر أو نوع من التحفظ في الدول الأوروبية مما يحصل هناك. ففي الغالب لن نشهد فعليا تحرك جديد أو تخفيض أسعار الفائدة، لكن من الممكن أن يعود دراغي مرة أخرى إلى نفس كلام برنانكي والحديث عنه عن انتظار المزيد من الأرقام الاقتصادية قبل أن يكون هناك في أي تحرك. هناك في الغالب إن سيكون هناك في تحرك لن يكون في تخفيض أسعار الفائدة، لكن ممكن أن يكون التلميح حول LTRO جديد أو برنامج تمويل للبنوك الأوروبية جديد اللي هو على مدار 3 سنوات. عمرو في دبي، لازلت متفائل بالذهب بعد التراجعات الأخيرة؟ متفائل وأكاد أكون يعني من الأشخاص البسيطين جدا المتفائلين على الذهب. الذهب ليس لديه أي أصدقاء الآن في الأسواق، حتى البنوك المركزية التي بدأت لأول مرة تكون نت بايرز من حوالي 5 سنوات بدأت جزء منها يبيع الذهب. فالبنك المركزي الروسي اللي هو كان يشكل 30% من إجمالي مشتريات البنوك المركزية للذهب في ال5 سنين الماضية قد دخل الأسواق وباع حوالي 800,000 وقية، لكن ككل كمجموعة ما زالت هي نت بايرز. الذهب في الوقت الحالي يعاني من غياب تام لأي طلب استثماري، ويعني ولذلك لأنه هناك في عوائد أكبر في بعض الأدوات المالية الأخرى. في رأيي أن 2013 سوف تكون أول سنة من 13 سنة أن الذهب يخسر، ولكن 2014 سوف يكون له عودة قوية. أعود إلى نور اللي بعتقده كمان متفائل بالذهب، لكن سأنتقل معك إلى شأن أمريكي. تتوقع مفاجآت نور في تقرير الوظائف الأمريكية؟ نعم، خلال الأيام الماضية قمنا بدراسة نوعا ما على القطاعات المختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية، شهدنا انخفاض مؤشرات التوظيف في على الأقل في المانيفاكتشرنج أو قطاعات الصناعات التحويلية، لكن هناك ارتفاع قليل في القطاعات غير الصناعية نوعا ما. لكن إن نظرنا إلى مستويات الجوبلس كليمز أو طلبات الإعانة بسبب البطالة الأمريكية ارتفعت على مدار شهر أكتوبر. أيضا عندنا القطاع الخاص أضاف أو الأي دي بي نون فارم أضاف حوالي بس فقط 135,000 وظيفة. من المتوقع أن نشهد ارتفاع في معدلات البطالة من جديد، لكن أتوقع أن نشهد نوع من المفاجأة فعليا بأرقام القطاع غير الزراعي ممكن أن تأتي ما بين أو ما دون مستويات 100,000. نضع توقعاتنا ما بين حوالي 90 إلى 110,000 وظيفة فقط، لكن الأهم من جديد أن ننظر إلى نسبة المشاركة في سوق العمل التي هي في الغالب ما ستحدد فعليا ارتفاع أو انخفاض معدلات البطالة التي شهدناها على المدار الماضي على الأقل. عمر في دبي مجددا. عمر، كأن الضغوط تزداد على بربيل النفط. نعم، هناك في 3 عوامل رئيسية تضغط على النفط في الوقت الحالي. أولا هي زيادة المخزونات الاستراتيجية في الولايات المتحدة لتقريبا مستويات شبه تاريخية. السبب الثاني هو أن الإنتاج الأمريكي من النفط في الوقت الحالي هو أيضا في مستويات تاريخية جدا نسبة للفراكينج اللي هو الحاصل في الولايات المتحدة. والسبب الثالث هو أنه العوامل الجيوسياسية التي كانت تضع أرضية تحت أسعار النفط يعني قد خفت كثيرا من حدتها، وفي غياب أي ضربة بقيادة الولايات المتحدة على سوريا في الوقت الحالي سوف يكون في يعني العامل الجيوسياسي لن يكون مؤثرا كثيرا في أسواق النفط، فالضغوط سوف تستمر على النفط في الوقت الحالي. سنخصص آخر دقيقتين للشأن اللبناني. فيصل من بيروت، فيصل، هل ثمت انعكاسات لقرار S&P تخفيض التصنيف الائتماني للبنان وتغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية؟ الحقيقة هذا القرار كان منتظر، خصوصا من وراء الوضع الداخلي والخارجي والانعكاسات السلبية والتداعيات الأزمة السورية على لبنان.
فصار من المعروف انه اكثر من 1,200,000 لاجئ سوري دخلوا الاراضي اللبنانيه، اي ما يزيد عن ربع البوبوليشن اللبنانيه. وهذا الشيء حط ضغوط كبيره على النمو بلبنان، يلي صرنا متوقعين انه ما يزيد عن 1% باخر هذا العام، بينما كنا منتظرين انه يزيد عن 2.5% باول هذا العام. وهذا بينما كان هذا المعدل بال 8 و9% بال 2010. نعم. فرغم الامكانات الهائله لمصرف لبنان وال 40 مليار دولار الاحتياط اللي عنده اياه وال 15 مليار دولار الذهب الاحتياط اللي عنده اياه، نعم، في ضغط كبير من وراء الموضوع السوري على الاقتصاد اللبناني. سأبقى مع فيصل. فيصل، كيف ترى خارطة إصدارات أدوات الدخل الثابت في لبنان في الأشهر المقبلة؟ بالنسبة للإصدارات، إصدارات اليورو بونز خلصنا سنة 2013، بعد في عنا إصدار ما يعادل 1.5 مليار بالليرة اللبنانية. اما بالنسبه ل 2014 ففي عندنا استحقاقين بابريل وماي قيمتهم 1,500,000 دولار، سو بقدر اتوقع اصدار جديد باوائل العام الجاي. بينما الترند الاكبر حيكون اصدارات بالليره اللبنانيه، وحيكونوا بيعادلوا 7.5 ل 8 مليار دولار اكيد بالليره اللبنانيه، وهذا حيكون الترند بالمستقبل بالسنه الجايه. انتهت دقائق. متوقع طلب على هول السندات. متوقع طلب على هول السندات، خصوصا انه اكثر من 85% من المكتتبين بهالانواع السندات هن لاعبين محليين، والمصارف. شكرا فيصل. المصارف المحليه. انتهت دقائقنا 6 من الاسواق، شكرا لضيوفي من بيروت فيصل بربير رئيس قسم السندات في FFA، من دبي عامر عبدو الرئيس التنفيذي لشركه تريدسيس، ومن دبي ايضا نور الدين الحموري كبير استراتيجي الاسواق في ADS Security.